بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. طبعا يعني هذه المحاضرة هي استكمال لمحاضرات برمجة جهاز البي ال سي، لكن ابتدأنا في لغة البرمجة اللادر دياجرام، وكذلك يعني في نفس الوقت اللي كنت أتحدث عن اللادر دياجرام كنت أتحدث عن الستيتمنت ليست. أخذنا عدة تطبيقات، وآخر يعني آخر أبليكيشن برمجناه باستخدام بي ال سي اللي هو الأقشطة المتحركة. ذاكرين انه مجرد ما كان عندي انا الكونتور دياجرام it is very 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 easy to convert it to ladder diagram. في بإذن الله في هذه المحاضرة راح نكمل على برمجة جهاز البي ال سي باستخدام اللادر دياجرام، لكن في عندنا two instructions they are very very important instructions، وعادة غالب شركات جهاز اللي بتصنع أجهزة البي ال سي تتيح هذول التو انستراكشن او البرمجه باستخدام هذول التو انستراكشن. هذول التو انستراكشنز راح نتكلم عنهن اللي هن السيت اند ريسيت انستراكشنز. الان اذا البروجرامينج يوزنج سيت اند ريسيت انستراكشنز، الان ذاكرين احنا في اللادر دياجرام لو كان عندي ابلكيشن صغير ضاغط بضغط عليه بيشغل لي اوتبوت مباشره، فانا لما اضغط على الضاغط بيشتغل الاوتبوت، لما افصل ايدي عن الضاغط بوقف الاوتبوت تفعيله. That's. الآن أنا يعني ذاكين في البرمجة كنا هذا في اللادر دياجرام load input 00 store percentage q 00. إذا طول ما أنا ضاغط على الكبسة طول ما هو شغال هذا الأوتبوت. الآن ذاكرين إذا بدي أنا معني إنه يستمر إذا ضغطت على الضاغط ويستمر في عمله هذا الأوتبوت حتى لو أرفع إيدي عن الضاغط، بدنا نستعين ذاكرين في الـ continuity contact للكونتاكتر. ذاكرين بناخذ continuity contact على التوازي مع الاون انه تضمن لي استمرارية حتى لو رفعت ايدي عن ضاغط التشغيل يبقى فاعل حتى اجي اوقفه من خلال ضاغط ايقاف وضاغط اخر. هذا الان لو بدي انا ابرمجه راح برمجناه سابقا اللي هي الكونتاكتر ابلكيشن مباشرة، فبرمجنا كنا load input 0.1 or q00 and input 00 اللي هي كبسة اطفاء store percentage q 00. هذا لو باستخدام set and reset instructions what can we do. انظروا الان هذا الابليكيشن الاول اللي هي load، هذا التايمينج دايجرام اللي ضغطنا على input 00 فعل output q 00 طول ما بتفعل الانبوت، رفعنا ايدنا عن الانبوت يعني اوقف تفعيله بوقف تفعيله الاوتبوت. لو نستعين في set instruction and reset instruction. set لما اقول load input 00 set بدل انظروا في الاوتبوت بدل ما اوتبوت بيرسنت كيو 00 حطينا حرف اس يعني send this output، معناه انه مجرد ما تفعل هذا الانبوت اللي هو input 00 بفعل الاوتبوت حتى لو اقوى تفعيله هذا الانبوت بظل الاوتبوت متفعل. انظروا على التايمينج دياجرام input 00 تفعل فعل الاوتبوت مباشره، بعد فتره input 00 توقف عن التفعيل اوقف عن التفعيل كيو 00 ظلوا متفعل. لو انت بظلوا متفعل تاني استعين في instruction اخر اللي هو اللي بدي يطفئ هذا الاوتبوت. فرد انا بدي اضغط على ضغط اخر اما اضغط عليه بدي اطفي هذا الاوتبوت اللي هو input 0.1، فبنقول load percentage input 0.1 reset this output reset percentage كيو 0. هذا بمكنني بشكل كبير جدا من الاستعاضة عن اللاتشنج عن الكونتينيوتي كونتاكت، هذه اللي احنا بنستعين فيها بحيث تحقق الاستمراريه. فانا مجرد ما استعنت في هذا الانستركشن سيت انستركشن بتم الاوتبوت متفعل دون الحاجه الى كونتينيوتي كونتاكت. لو انت بضل متفعل تاني اجي انا بامر اطفاء ريسيت بدي اشوف شو امر الاطفاء واستدعيه بحيث انه من خلاله اعمل ريسيت لهذا الاوتبوت. انظروا التايمينج دياجرام input 00 تفعل مباشره فعل q 00 بعد فتره طفى input 00 ظل متفعل لانه تفعل percentage input 0.1 في اللحظه اللي تفعل percentage input 0.1 عمل reset مباشره طفى q 00. الان اذا الفكره الاساسيه في set and reset very very important، ببطل هم انشاء الكونتور دياجرام اللي بيلزمني دائما افكر في الكونتينيوتي كونتاكت لاي كونتاكتر ببطل افكر فيه. كيف الاليه في الاستعانه في set and reset instructions in order to program an application؟ هذا بسهل علي مثل ما لاحظ راح نلاحظ في بعد قليل. First we would understand the details of the process. إذن شو الخطوة الأولى لازم يكون فاهمين العملية كاملة
ما بستطيع ابرمجها بالست. طبعا هذا مش بس في الست بالست، حتى ما بقدرش ابرمجها باللادر دايجرام والكونتور داي او اورسل والكونتور دايجرام الى ما اكون فاهمه. يعني هذه بالتاكيد مهمه. بس البورد دايجرام شود بي كليرلي نون. البورد دايجرام اليه توصيل التغذيه الكهربائيه لا الاحمال الكهربائيه المختلفه تكون معروفه بالتاكيد، انه بده يشتغل انه يطفي من الاوتبوت تكون معروف الاوتبوت ديفايسز. الان المهم النقطه الثالثه، وات ار ذا كونديشنز تو رن ايتش بارت اوف ذا بروسيس. ايتش بارت اوف ذا بروسيس، في عنده كونتاكتر بده يشغل كذا، كونتاكتر ثاني بده يشغل كذا، لازم يكون واضحه لدي تماما شو شروط تشغيل هذا الكونتاكتر، والكونتاكتر شو شروط تشغيله، شو شروط تشغيل الكونتاكتر، بستدعي هذه الشروط بحيث انه اعمل ست لهذا الكونتاكتر او لهذا الاوتبوت. الان نفس الشيء انا بدي اعمل في النهايه بدي اوقف هذا الاوتبوت، لازم اكون فاهم شو هن الكونديشنز تو ستوب وركينج اوف ذيس بارت او ذيس بارت اوف ذا بروسيس. اذا كل بارت اوف ذا بروسيس اعرف شو شروط التشغيل استدعيها بحيث انه اعمل set for this output or this part of the process and شو شروط الايقاف استدعيها بحيث انه استعين فيها تعمل reset لهذا ال part of the process. رح ناخذ قبل مختلفة على ذلك. الان انظروا هنا، يعني هذا الكونتاكتر في المرحلة الاولى انظروا استدعينا input 00 percentage كلياته، هذا رسمنا الكونتور دايجرام حولنا لهذا دايجرام وهذا برمجناه من قبل، عملية سهلة load input 00 and فتحنا قوس input 0.1 or percentage Q00 سكرنا القوس store percentage Q00. إذا انظروا ما قلناش set or reset، حكينا store. إذا طول ما متفعل هذا الشر بفعل لي أوقف تفعيله بوقف هذا الأوتبوت لما أقول store. هسا ننظر باستخدام set and reset instructions. انظروا أن هذا الكونتاكتر شو شرط تشغيله، أضغط على الأون إذا بقول له load input 0.1 set this output 6% اذا حقق شروط التشغيل. ما فكرتش في الكونتينيوتي كونتاكت البتة، انت ما فكرتش في الكونتور دايجرام. انا شو شرط تشغيل هذا الكونتاكت، اضغط على input 0.1 ضغط التشغيل، ضغط عليه فعل لهذا الاوتبوت 6% طيب شو شروط ايقافه، اضغط على الاوف لود نوت بيرسنت انبوت 00 لانه اتس نورمالي كلوز، دائما متفعله دائما متفعله في الوضع الطبيعي لها تاكيد على الكونكشن دايجرام دائما موصله اشاره. فلو قلت لود بيرسنتج انبوت 00 ما هي دائما موصله اشاره، دائما بتعمل ريسيت للاوتبوت اشتغلش الاوتبوت. اذا تعنت في النط اللي الها، يعني الوضع الطبيعي الها موصله 1 نط ال 1 0 اذا بفعل ايش؟ بيعملش ريسيت للكيو 00 بشغله من خلال الست وبضله بتشغل. اذا افترض ضغطنا عليها هي في الوضع الطبيعي موصله، ضغطنا عليها اوقفت توصيلها 0 نط ال 0 1 فلود نط للزيرو يعني 1 بصير عندنا 1 بيعمل ريسيت لهذا الاوتبوت. انظروا بس يعني هيك عملنا تغيير بسيط على الكونتور دايجرام، انظروا الكونتور دايجرام الثالث نفس عمل الكونتور دايجرام الاول او الثاني نفس المنطق تماما، نظهر على الاون بيشتغل الكونتاكتر بيضل شغال بيعمل كونتينيوتي من خلال الكونتاكت الاوف، بدل ما كانت فوق صارت بالبرانش الكونتينيوتي، ضغطنا على الاوف بوقف. بس انظروا في الكونتور دايجرام الاول لو ضغطنا على الضغطتين معا، انظر لو ضغطنا على الضغطتين معا، ضغطنا على الضغطتين معا، ضغطنا على الاون وضغطنا على الاو بيشتغل الكونتاكتر، لا لانه الاوف طافيه، الاوف طافيه اوبن والتغذيه للاون والتلامس الاستمراري من خلال الاوف، اذا مش راح يشتغل مش راح يشتغل. وهذا الوضع الطبيعي انظروا اذا الان لو كنا لود انبوت 0 لود نوت، اذا ضغطنا على الكبستين افترض انبوت 0.1 الان في ست اند ريسيت الحالة الثانية. input 0.1 متفعل عمل set load not input 00 ضغطنا على input 00 صار 0 not 01 إذا بيعمل reset. إذا لما ضغطنا عليه الاثنتين بوقف التفعيل الكونتاكتر Q00. إذا الحالة الثانية مشابهة تماما للحالة الأولى، الحالة الثانية مشابهة تماما للحالة الأولى. انظروا الآن الحالة الثالثة ضغطنا على الضغطين، ضغطنا على الأون وعلى الأوف بيشتغل يس، لانه عن طريق الاون انظروا الكهرباء جاي مباشره مشان الكونتاكت اذا بيشتغل. هذا كيف بدي ابرمج باستخدام الست اند ريسيت؟ نبتدئ في الريسيت فانكشن قبل، بنقول له لود نوت انبوت 00 ريسيت كيو 00 لود انبوت 0.1 ست. انظروا في المرحله الثانيه، يعني اول شيء بمر على الانستركشن ستيب باي ستيب، المره الاولى عمل ريسيت، المره الاولى عمل ريسيت لانه ضاغط عليه اذا عمل ريسيت للكيو 00، مر على الثاني لود لك شرط متحقق اذا بيعمل سيت، اذا في المرحله الاولى عمل ريسيت في المرحله الثانيه عمل سيت، انه اللي انتهى فيه سيت اذا بفعل الاوتبوت رجع من جديد عمل ريسيت في نفس السايكل تايم
بنفس السايكل، بعدين عمل سيت، اذا في النهايه الستل. بينما المرحله الاولى انظروا لود، لو ضغطنا عليه الضغطتين معا لود انبوت 0.1 سيت فعلها، لود نوت انبوت 0.1 ريسيت طفاها. اذا في المرحله الاخيره اللي انتهى فيها هو الاطفاء. اذا انول اوتبوت اللي بوديه على انول الكيس الاوتبوت بوديه على الفيزيكال اوتبوت حتى الاطفاء، اذا بضله طافي. اذا انظروا كيف انا بترتيب الانستركشنز استطعت انه اعمل بريوريتي للتشغيل او للاطفاء. انظروا في الحاله الاولى كانت البريوريتي او الاولويه للاطفاء اذا بنضغط على الضغطتين معا، في الحاله الثانيه اذا بنضغط على الضغطتين معا الاون والاوف، في الحاله الثالثه البريوريتي لمين؟ التشغيل. اذا ابتدات في انستركشنز الاطفاء قبل وبعدين رحت لانستركشنز التشغيل. يعني هذه بسيطه في الوضع الطبيعي، هذا ما بيفرقش عندي كثير، يعني هذا ما بيفرق عندي كثير، بس احنا ذكرناها من اجل البرمجه. لانه ناخذ ابلكيشن اللي هو استخدام الست اند ريسيت فور ذا ريفرسينج سيركت، لكن ما بدعكش جهد دوران محرك. هذا برمجنا، رسمنا الكونتور دايجرام له في المرحله الاولى في المساق، بعدين برمجناه في اللادر في المحاضرات السابقه. الان بدي ابرمجه باستخدام الست اند ريسيت. كنا لازم نكون فاهمين العمل، شو العمل، شو عمل الابلكيشن اللي عندي. بضغط على ضغط التشغيل باليمين، مجرد ما ضغط عليه بيشتغل الكونتاكتر اللي بيشغل المحرك باتجاه اليمين. بس شو الشرط انه يكون الشغال كونتاكتر اللي بيشغل باتجاه الستار؟ اذا هاي شرط التشغيل. شو شرط التشغيل باتجاه اليمين؟ اني اضغط على ضغط التشغيل باتجاه اليمين بحيث انه ما يكون الشغال الكونتاكتر اللي كالفت اللي بيشغل باتجاه اليسار. اذا حققنا شروط التشغيل. شو شروط التشغيل الكونتاكتر كالفت اللي بيشغل بالاتجاه المعاكس؟ اني اضغط على ضغط التشغيل بالاتجاه المعاكس اللي هو اون ليفت بحيث انه ما يكون الشغال اون رايت، بشغل اللي بيعمل ست لهذا الكونتاكتر كي ليفت. اذا حققنا شروط التشغيل للكونتاكتر كي رايت، شروط التشغيل للكونتاكتر كي ليفت. هسا كنا شو بدنا نشوف؟ شروط الايقاف. شو شروط الايقاف؟ اني اضغط على كبسه الاوف، بدون ما اضغط على كبسه الاوف اذا كان شغال كي رايت بطفي بيعمل له ريسيت، واذا كان شغال كي ليفت بيعمل له ريسيت. هذه العمليه خلاص فهمناها. طبعا مجرد ما في ناس it is very very easy to convert it to انظروا نسيت الكونتور دايجرام، ما بفكرش في الكونتور دايجرام البتة، بفكر في منطق البروسيس اونلي. ضغطنا على انبوت 0.1 اللي هو الاتجاه اليمين، اتجاه اليمين بحيث انه مكان الشغال، مكان الشغال الكونتاكتر اللي بيشتغل بالاتجاه اليسار اللي هو بسنت كيو 0.1 بيعمل ست لكيو 0.0 وهو كونتاكتر اللي بيشغل بالاتجاه اليمين اتجاه عقارب الساعه. كان هذا شرط التشغيل الاول، اعمل له ست. انظروا مش ستور ست في حرف الاس، ست يعني شغله بضله شغال. تاني اجي ابحث عن شرط الاطفاء. الان لود انبوت 0.2 لتشغيل باتجاه المعاكس بحيث انه ما يكون الشغال بالاتجاه اليمين او بالاتجاه الامامي بيشتغل بالاتجاه المعاكس. ست بيرسنتج كيو 0.1، اذا بيرسنتج كيو 0.1 على التوالي مع نورمال كلوز من الكونتاكتر بالاتجاه اليسار بشغل لي اتجاه اليمين، بعمل ست له. كبسنا على الكبسه باتجاه اليسار بحيث المكان الشغال الكونتاكتر باتجاه اليمين بيعمل ست للكونتاكتر باتجاه اليسار. لان شو شروط الايقاف؟ اذا ضغطنا على ضغط الايقاف بيرسنتج انبوت 0.0 بده يعمل له ريسيت لكيو 0.0 اللي كان شغال كيو 0.0، يعمل ريسيت لكيو 0.1 اللي كان شغال كيو 0.1. اذا العمليه سهله فيري ايزي، فكرتش كنت دايجرام البت ما فكرتش فيه، فكرت شروط التشغيل باليمين شروط التشغيل باليسار، استدعيتها بعمل ست ست، بعدين شو شروط الايقاف بحيث انه اعمل ريسيت. الان انظروا الستيتمنت ليست، الستيتمنت ليست بسيطه جدا، لود بيرسنتج انبوت 0.1 اند نوت بيرسنتج كيو 0.1 اند نوت ست بيرسنتج كيو 0.0. هذا الرنج الاولى. الرنج الثاني بيرسنتج لود بيرسنتج انبوت 0.2 اند نوت كيو بيرسنتج كيو 0.0 للكونتاكتر باتجاه اليمين بيعمل ست لبيرسنتج كيو 0.1 كونتاكتر باتجاه اليسار. بعدين لود نوت انبوت 0.0 بتعمل ريسيت لكيو 0.0 كان شغال، ريسيت لكيو 0.1. اذا هذا الستيتمنت كان فيري فيري ايزي. ناخذ ابلكيشن ثاني. ابلكيشن كمان هذا الابلكيشن ذاكرين اللي هو الستار دلتا، برمجنا رسمنا مخطط الكنترول اللي في بدايه الفصل، استعنا بمخطط الكنترول حولناه لادر فيري ايزي ذاكرين في المحاضرات السابقه. اذا انا بدي ابرمجه باستخدام الست اند ريسيت، بنسى انه في عنده كونتور دايجرام، خلص بفكر في العمليه، بدون تفهم العمليه اتس فيري ايزي. بجمع شروط التشغيل لاي كونتاكتر، بجمعهم مع بعض بحيث انه اعمل ست لهذا الكونتاكتر.
شو التشغيل الكونتاكتر الثاني؟ 6 للكونتاكتر الثاني. شو التشغيل الكونتاكتر الثالث؟ 6 للكونتاكتر الثالث. الان شروط الايقاف بحيث بدي افكر فيها بحيث انه اطفي كل كونتاكتر او كل الكونتاكترز مع بعضهم البعض. KM هذا كي ستار، KD هذول الادريسينج لان. شو نفكر في العمليه سريعا، كنا ذاكرين على الاون نستذكر العمليه، كنا بنكبس على الاون بيشتغل كونتاكتر ستار ذاكرين، بحيث انه شو الشرط ما يكون شغال حتى عملنا 6 كونتاكتر ستار. كونتاكتر ستار شو بده يعمل؟ بيعمل 6 كونتاكتر الرئيسي بده يفعل. اذا اول شيء بيشتغل كونتاكتر ستار، وكرر ليش حكينا هذا الكلام في المحاضرات الصفيه، لان بشغل كونتاكتر الرئيسي. على ما اشتغل كونتاكتر الرئيسي ببلش تايمر يعد، تايمر بلش يعد، لما يعد التايمر شو بدها تعمل؟ بدها تطفئ، تعمل ريست لكونتاكتر ستار، وبدها تعمل ست. اذا تلامس التايمر بدي اعمل ست، بدي افعل كونتاكتر الدلتا. بس شو الشرط الاخر تفعيل الدلتا؟ اني اضمن انه كونتاكتر ستار طافي. لكن هذا الكلام اذا شفنا العمليه سهله، انت لما فكر في شروط التشغيل وشروط الاطفاء لكل كونتاكتر بامكاني ايزلي احولها الى انستركشن، الى لادر دياجرام. يعني انظروا انا هنا يعني استعنت، انا استعنت بدرس استعنت في الضغط المباشره، انت ضغط الاون كبسنا عليه بحيث انه كونتاكتر الدلتا مش شغال يشغل كونتاكتر ستار، لان عمل ست لكونتاكتر ستار، اشتغل كونتاكتر ستار. الان اشتغل الان كونتاكتر ستار، اخذنا كونتاكت من كونتاكتر ستار، اشتغل كونتاكتر ستار، اخذنا كونتاكت منه، اذا نورمال يوم كونتاكت من كونتاكتر ستار، تعمل ست لكي ام، اذا اشتغل كي ام. بظل بدي افكر لاحقا كيف بدي اطفيها، صرنا نشوف كل كونتاكتر بيكون شوط الفال الاول مختلف عن الثاني، نو بروبليم. لان اشتغل كي ام شو بدي شغل التايمر، عمليه التايمر نفسها، يعني سواء في اللادر دياجرام او في ست اند ريست انستركشنز دي سيم. اذا التايمر بيلزم اشاره تشغيل اللي هي لما يشتغل الكونتاكتر الرئيسي، اما سيجنال تشغيلي للتايمر، تايمر 1 حددنا مقدار العد، عملنا مقدار نوع التايمر، كل هذا حددناه برمجي. يعني بدي فعل لي ذلك الميموري سيل، انا سميت هذا الميموري سيل برسنتج من التايمر 1 برسنتج ام 1. صح، شو بده، شو هذه الكونتاكت من التايمر بدها تعمل؟ لما تتفعل كونتاكت التايمر هذه بدها تطفئ. اذا لما يتفعل التايمر لما ينهي عد التايمر ويتفعل بده يطفي ستار، بده يعمل ريسيت. انظروا عمل ريسيت لكونتاكت، اذا تلامس التايمر شو عمل؟ ريسيت لكونتاكتر ستار، طفى كونتاكتر ستار، يعني صار كونتاكتر ستار طافي. كمان شو بدها تعمل هذه؟ ذاكرين 15 16 مع كونتاكتر ستار، بس ما تفكرش فيها، نفكر خلص نورمال كلوز منه. لما يتفعل بيطفي كونتاكتر ستار، لما يتفعل شو بده يشغل كمان؟ لما يتفعل بيشغل كونتاكتر الدلتا، بس انا كنت طافي كونتاكتر ستار قبل ما اشغل كونتاكتر الدلتا. فانا رحت قلت له برسنتج تي ام 1 بشرط انه كونتاكتر ستار اضمن وطافي تماما يشغل لي كونتاكتر، يعمل ست لكونتاكتر الدلتا، اذا اشتغل كونتاكتر الدلتا. اذا انظروا شوفنا شو شروط تشغيل كونتاكتر ستار، انه اكبس على الاون. شو شرط تشغيل كونتاكتر كي ام؟ انه تشتغل كونتاكتر ستار. شرط التايمر انه يشتغل كونتاكتر رئيسي. طيب شرط التايمر شو بده يعمل؟ بده يطفي ستار، بيعمل ريست لكونتاكتر ستار، بيعمل ست لكونتاكتر الدلتا. واضحه العمليه تماما. الان شو بده يعمل؟ كبسنا على كبسه الاوف، كبسنا على كبسه الاوف. شو بدها تعمل؟ بدها تطفي اي كونتاكتر كان شغال. لو كان كونتاكتر ستار شغال تعمل له ريست، لكونتاكتر الرئيسي شغال كي ام بدي تعمل ريست، كونتاكتر الثالث شغال تعمل ريست. انظروا الستيتمنت ليست، لود كي ام، لود كي ام ان اوت بلوك، هذا اللي هو برمجه التايمر، برمجه التايمر. لكن بلشنا برمجه التايمر نو بروبلم، يعني كان بلش باي جزء مش مشكله بالبرمجه. يعني انت لما تكتب البرنامج الستيتمنت ليست بامكانك تبلش في الجزء الاول لود اون and not kd set k star، بامكانك تبلش في الرنج الثاني وبعدين تجي مش اشكال في النهايه. ولما ينفذ البرنامج مر عليهم كلياتهم بتتابع. بس احيانا انظروا في المثال السابق حكينا انه احيانا اذا كان خاصه في الست ولا ست، اذا كان انستركشن قبل انستركشن ممكن يكون لمين البريوريتي. هذه احيانا بتضر بس غالبا ما بتلزمنيش يعني البريوريتي لمين، لانه عاده انا يعني بوصلش لمرحله اضغط على الضغطين معا. اذا هذه برمجه التايمر في البدايه اند بلوك، اذا برمجنا التايمر. بعدين لود بيرسنتج ام 1 ريسيت كونتاكتر ستار، لود بيرسنتج ام 1 اند نوت كي ستار ست كونتاكتر الدلتا، لود نوت. في عندنا جزء الاول اللي هي لود اون اند نوت كي دي ست كي ستار، لود كي ستار ست كي ام، هذول مش موجودات هنا، ممحيات.
ممحيه كما يبدو مظلله الرسمه، اكون عاد بس ذات بس الموجودات، اذا هذول الموجودات طبعا هذول ممكن في البدايه او في النهايه يكون مشكل. اذا لود اون اند نوت كي دي ست كي ستار، لود كي ستار 6 كي ام. بعدين نيجي لبرمجات التايمر، التايمر اذا اول شيء متذكرين نستدعي البلوك وبعدين نشوف شو النيم الصح. لود كي ام يعني اشاره تفعيل التايمر، تخلي التايمر يبلش عد ام، دخلت على الان. بعدين لود كيو ستور بيرسنتج ام 1 اللي هي اشاره الاوتبوت من التايمر، بعدين ان للبلوك. الان نيجي لابلكيشن، ذاكرين الاقشطه المتحركه، العمليه سهله سهله جدا، نفكر فيها معا. الاقشطه المتحركه يعني فاهمين البروسيس، البروسيس ذاكرين نتذكرها، نكبس على الاون حيث انه يكون في عندي جسم على بدايه المشوار يعني متفعل لمسويتش واحد، وضغطنا على الاون على الاون بيشتغل كي واحد، اشتغل كي واحد بالاتجاه اليمين. شو شرط ايقافه كي واحد؟ انه الجسم يوصل لعند ديمتر سويتش 2، اذا ديمتر سويتش 2 بدها تطفي كي واحد، عمليه سهله. طيب شو شرط تشغيل كي 2؟ كنا بتفعل تايمر في في نهايه الشوط، بتفعل تايمر، بنفعل ريلي، هذا الريلي بفعل تايمر، هذا التايمر ببلش العد، لما ينهي عده بفعل كي 2. اذا شو شرط تشغيل كي 2؟ انه يتفعل التايمر في نهايه المشوار الاول. الان رجع اشتغل كيتنين، رجع شو شرط ايقاف كيتنين؟ انه يوصل لعند مسويتش واحد، اذا مسويتش واحد بتطفي كيتنين، طفت كيتنين تماما. شو بيشتغل تايمر؟ هذا التايمر ببلش العاد، شو لان التايمر بلزمه سيجنال تضلها موجوده على الانبوت اللي عشان يضل يعد، اكيد. ولهذا استعنا في ريلي، ذاكرين هذا الكلام، استعنا في ريلي. والتايمر مثل ما ذكرنا برمجته سواء بالست والريست ولا بالبرمجه العاديه، هو اذا بلزمني اشاره تفعيل للتايمر، اشاره تفعيل تضلها موصل للسيجنال بحيث ان التايمر يضل يعد. طيب التايمر الثاني انهى عنده، شو بدي اعاود؟ يشتغل شغل كي واحد. اذا كي واحد انظروا بالاتجاه الامامي، اذا انظروا كي واحد صار شرطين لتشغيلها، انظروا كي واحد، الشرط الاول اني اكبس على الاون بحيث انه يكون ليمت سويتش واحد شغال، والشرط الثاني انه يتفعل التايمر الثاني اللي هو لما رجع الكونتاكتر وصلنا بدايه المشوار، شغل تايمر. بعد ما انهى عده التايمر بدي اعاود يشغل كي واحد، صار كي واحد شرطين لتشغيله، شرط اني اكبس على الاون، شرط انه التايمر يتفعل. انظروا ولهذا دخل. اذا شو شرط تشغيل كي واحد بالجهه الامامي؟ اني اكبس على الاون او سيجنال التايمر الثاني تتفعل، بحيث انه ليميتس واحد، ليميتس سويتش واحد يكون متفعل، هذا شروط التشغيل. وانه الكاونتر، انا ذاك المره الماضيه دخلنا الكاونتر في هذا في البرمجه هذه، لكن في المحاضره السابقه، فالكاونتر ما يكونش واصل قيمته للعد، نورمال يكون من الكاونتر يعني ما يكونش واصل قيمته للعد، لما توصل 10 هذه بتصير اوبن، هذه نورمال كلوز، بتصير اوبن فبتعمل تطفئ، بتعمل ريسيت. اي دونت يعني انا ممكن ادخلها هذه في عمل الريسيت، يعني ممكن ادخلها بس ممكن ادخلها في عمل الريسيت، ما فيش اشكال. اذا ممكن يعني الاصح بجوز انه ادخل هذه الكاونتر بحيث انه تعمل ريسيت، بحيث انه بقول له شو شروط الريسيت؟ اني اكبس على الاوف اور تلامس من الكاونتر نورمالي اوبن بيعمل ريسيت، بيعمل ريسيت انها كلياتها. اذا في امكانيه لذلك، امكانيه لذلك ندخلها هنا وندخلها هنا. اوكي اذا لود ليميت سويتش 2 هذه بتعمل ريسيت، لان لو وصلت لعند ليميت سويتش 2 شو شرط ايقاف كونتاكتر كي واحد؟ اني اوصل لعندي مسويتش 2، اذا ليميت سويتش 2 بدها تعمل ريسيت للكونتاكتر كي واحد وست للريلي. في عندي ريلي كنا في نهايه المشوار، ليش؟ عشان يامن تغذيه للتايمر. العمليه سهله سهله جدا. اذا انا لما وصلت نهايه المشوار فانا هي دخلت كي واحد بحيث انه مش اي واحد يضغط على المس، لازم يكون كي واحد شغال. طبعا انا ممكن افصلها مش كان يعني بالضبط، بس احط ليميت سويتش 2 يعني هذه اضفناها بس زياده في الاطمئنان انه مش اي واحد اجى ضغط على ليميت سويتش 2 تعمل ست للريلي، لازم يكون كي واحد اوريدي شغال. اذا كي واحد شغال، كي واحد شغال ووصلت لعند ليميت سويتش 2 تعمل ست لار واحد، ريست لكي واحد وست لار واحد بس. يعني هذه بس زياده في الاطمئنان، حتى انه ترى لو ما كانتش موجوده، واحد اجى ضغط على سويتش 2 بيعمل ست للريلي،
اشتغل الريلي مشغل التايمر، اشتغل التايمر تايمر تي واحد، وكي واحد مش شغال بشغل لي كي اثنين، اذا ابتدا تشغيل كي اثنين. هذا كلام ذكر حكينا عنه في المحاضرات، ولهذا حطيناها ذاتين كي واحد، بحيث انه شرط اضافي تحسيني للعمل، بحيث انه اضمن انه ما يشتغلش الريلي ويشغل التايمر الا بدايه اذا كان شغال كي واحد بالاتجاه الامامي، يعني ناقل جسم شغال وناقل جسم، وصرت نهايه المشوار يشتغل هذا الريلي. اذا فعلت الريلي، الريلي شو دوره؟ يشغل التايمر، التايمر اخذت كونتاكت منه، شو عمل شو عمل هذا الكونتاكت؟ لما يتفعل التايمر اللي هي وبالتالي صارت برسنتج ام واحد اون، شو دورها؟ تعمل اذا اخذنا كونتاكت من التايمر 1 بحيث انه ما يكون الشغال كي واحد، هذا حتى اضمن انه ما يشتغلش، يعني الكونتاكت كي واحد كي اثنين معاكس واتجاه معاكس، حتى اضمن ما يشتغلش اتجاه معاكس الا ما كان طافي بالاتجاه الامامي. هذا زياده في الطمئنان يعني بحيث نسميها الانترلوك. اذا تي واحد شو بشغل لي كي اثنين؟ اشتغل كي اثنين. شو بدي اطفي كي اثنين؟ اشتغل كي اثنين. بدي اعمل ريست لكي اثنين. شو اوصل لعند نسج واحد؟ اذا بنسج واحد بحيث انه شغال كي اثنين بدك تعمل ريست لكي اثنين وتعمل ست ار اثنين. شو هدف ار اثنين؟ هذا الريلي اللي في بدايه المشوار مره ثانيه بحيث انه يشغل لي تايمر، اما انتقل لي التايمر. شو هذا التايمر؟ كنا بيتوقف في نهايه المشوار، يتوقف بداية المشوار لما يرجع بحيث انه يبتدئ العمل من جديد. فانا اذا تلامس من ار 2 شغل لي تايمر تي 2، تايمر تي 2 اخذت نورمالي او عفوا كونتاكت منه هاي بيرسنتج ام 2. شو هدف هذا الكونتاكت؟ هو شو عملت؟ لكن من تي ام 2 اون مع التوازي مع تي ام 2 بحيث انه تعمل 6 كونتاكت. اذا اي واحد منهم تفعل كبست على الاون في المرحله الاولى للتشغيل ولا تفعلت تي ام 2 لو تايمر 2 بده يعمل 6 لتي 1 اذا دخلتها فوق. لان انظروا لان هاي العمليه اذا تمت صار واضح عمله فوق وين ظهر؟ في الرنج الاولى. الان الكونتاكتر عفوا الكاونتر شو شرط الريست اللي له؟ انكم بس على الاون. هذا انه هنا المره السابقه انه بنضغط على الاون من جديد بيعمل ريست للكاونتر وبيبلش العمل من جديد. اذا لما اكبس على الاون من جديد بيعمل ريست وبيبلش العمل من جديد. الان اوكي الان شو بتعمل انكبت الكاونتر؟ المره الماضيه نوهنا له انه الريلي الثاني اللي في بدايه المشوار يعني راح توقف رجع، اول ما وصل اشتغل الريلي الثاني وصل بدي يعمل ريسيت، بدي يعمل ريس عفوا بدي يعمل انكريمنت للكاونتر. عمل انكريمنت للكاونتر استعنا في تلامس منه هذا الكاونتر اللي هو بيرسنتج ام 2. اذا بيرسنتج ام 0 ام 1 التايمر الاول، برسنتج ام 2 التايمر الثاني. الكاونتر يعني بالخطا هنا بس انتبهوا لها برسنتج ام 3 مش ام 2، برسنتج ام 3 بالخطا يعني معذره. اوكي هي التلامس من الكاونتر انا فوق حتى تلامس الكاونتر. طبعا شو بتعمل هذه بحيث انه لو جينا كبسنا من الاون والتايمر كبسنا على الاون والتايمر مش يعني وصل لعده بشغل بعمل الست للكونتاكتر، او انا بامكاني مثل ما ذكرنا الاصح يعني دخلت هيك بس الأصح إنه ندخلها كشرط إيقافي. مجرد ما وصل العد لقيمة 10 اتفعل الكاونتر يعمل ريسيت لكل بروسيس، يعمل ريسيت لكل بروسيس. إذا هذه كبسنا على الأوف تعمل ريسيت للكونتاكتر الأول، ريسيت للكونتاكتر الثاني، ريسيت للريلي إذا كان شغال الريلي، ريسيت للريلي الثاني إذا كان شغال الريلي الثاني. إذا هذه عملية بسيطة. إذا فكرة الست والريست is very easy to think about. مجرد ما فكرت شروط التشغيل نوضعها، شروط الإيقاف نوضعها، تعمل ست، شروط التشغيل تعمل ست، شروط الإيقاف تعمل ريست لأي output. بس إذا بس لازم أكون فاهم العملية بشكل تفصيل. أوكي الآن rising and falling edge programming هذه يعني فكرة بس نمر عليها سريعا، هذه موجودة يعني في غالب اجهزة بي اس سي تتيحها. انظروا الابلكيشن الاول لود انبوت 00 ستور كيو 00، اذا طول ما متفعل انبوت 00 بفعل لي كيو 00، عملية سهلة. انظروا الثانية لود انبوت 0.0 ست كيو 00، لود انبوت 0.1 ريسيت، هذا ست والريسيت. انظروا 00 فعل لي كيو 00، فعل 0.1 عمل ريسيت، عملية سهلة واضحة. تمام نيجي للحالة الثالثة. هذا الحالة الثالثة، الحالة الثالثة بدل النورمالي اوبن في بي سموها البوزيتيف ايدج او الرايزنج ايدج. شو معنى ذلك؟ انه مش طال ما شغال انبوت 00 بفعل كيو 00، فقط
اول ما يشتغل على البوزيتيف ايدج لانبوت 00 اول ما يشتغل بشغل لي كيو 00 لفتره قصيره جدا بعدين بتطفئ كيو 00. اذا عمليه سهله. انظر مجرد ما دخلت بي اذا هاي انبوت 00 انظروا على التايمينج دايجرام انبوت 00 تفعلت اول ما تفعلت فعل لي كيو 00 لفتره سايكل تايم واحد. طبعا هاي السايكل تايم ممكن تكون 10 ملي سكند 20 ملي سكند حسب السايكل تايم الجهاز بيلزق ممكن 5 ملي سكند ممكن اقل بهالمقدار هذا. اذا سايكل تايم اذا فعل لي كيو 00 في سايكل تايم واحده. طبعا انا كيف ببرمجها باستخدام الستيتمنت ليست. اذا الاولى انظر لود انبوت 0 ستور ثاني لود انبوت 00 ست كيو 00 لود انبوت 0.1 ريسيت الثالثه لود ار من رايزنج ايدج او اللي هي بوزيتيف ايدج rising edge percentage input 00 store percentage kyu 00. اذا شو معنى ذلك لما اشوف هذا الانستركشن لود ار يعني اذا بفعل لي كيو 00 لفتره سايكل تايم واحده فقط وبعدين تختفي حتى لو بقي input 00 متفعل. اذا كيف بدي افعلها مره ثانيه بدي اطفي input 00 وبدي اشغله من جديد وبدي تتفعل وهكذا. اذا على النيجاتيف ايدج النيجاتيف ايدج كمان سهله. شو معنى ذلك انه انظر هاي input 00 timing diagram لما طفى انبوت 00 على الفولينج ايدج الحف الهابطه بسموها لما طفى فعل كيو 00 لفتره سايكل تايم واحد وبعدين اختفى كيو 00. كيف بنحط بدل بي بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف ايدج. اذا انبوت 00 كيو 00 بقول له لود بدل ار رايزنج ايدج فولينج ايدج. اذا لود فولينج ايدج انبوت 00 ستور كيو 00. اذا هسه لو كنا لود بيرسنت انبوت 00 ستور كيو 00 اذا طول ما بتفعل انبوت 00 بضل مفعل لي كيو 00. بينما اقول له لود رايزنج على الرايزنج ايدج بفعل لي كيو 00 لفتره سايكل تايم بعدين بختفي. لود اف على الفولينج ايدج بفعل لي كيو 00 لفتره سايكل تايم بعدين بختفي. اذا العمليه سهله وبسيطه في الرايزنج فولينج. يعني هذه لها ابلكيشنز مستخدمه في كثير من التطبيقات اللي هي الفولينج ايدج والرايزنج ايدج. الجزء اللي بيهمني انها اكثر منها الفولينج ايدج. الجزء الرايزنج ايدج انه عاده التشغيل ما هو اوريدي مشغل لي سواء انا خاصة لما بدي استعين في الست والريست دونت وري اباوت. بس انا وين بتلزمني الفولينج ايدج في كثير من التطبيقات الحين ممكن نتكلم عن بعضها لاحقا باذنه تعالى. الان انظروا يعني هذه اللي هي الرايزنج ايدج انستركشن باستخدام هذه واجهه ال سو ماشين سوفت وير اللي احنا بنستخدمه في البرمجه في المختبر عندنا. هذه الواجهه انا برمج طبعا المره القادمه باذن الله تعالى بنحط لكم لينك هذا السوفت وير بحيث انه بامكانكم تنزلوه عندكم والبرمجه من خلاله يعني على الهيلب فيري فيري ايزي. وانتم كل الابلكيشنز اللي اخذناها سابقا نفس بامكانك تدخلها بنفس التعريفات اللي انا دخلنا لكم اياها كلها موجوده. فانت العمليه سهله ما عليك الا تدخلها وتنفذ وتعمل رن له وتعمل سيميوليشن كامل له. انظر هاي البوزيتيف ايدج انا انظر بوزيتيف ايدج فعلت ميموري سيل. اذا لما يتفعل انبوت 00 بفعل لي هذه الميموري سيل لفتره السايكل تايم واحده. انظروا انا استعنت فيها برسنتج انبوت 00 بحيث انه تعمل ست لكيو 00. انظروا هي فقط سايكل تايم واحده بس هذه السايكل تايم واحده كفيله انه من خلالها اعمل ست لاوتبوت ويظل شغال هذا الاوتبوت. اذا انظروا انا مش هلحظها هذه البلس الصغيره جدا بس انظروا لما جيت قلت له لود انبوت 0.1 ست اللادر ديجرام ست كيو زيرو شغلها. اذا مجرد ما كبست شغل كيو زيرو زيرو لو انت بضل شغال لو انت بضل حتى اني اجي اعمل له ريست من انبوت 0.1. اذا انبوت 0.1 بتعمل ريست. اذا انا حطيت البوزيتيف ايدج على بحيث اني فعلت من خلال الميموري سيل هذه الميموري سيل. انظروا والتايمينج ديجرام واحد ام زيرو فتره سايكل تايم واحده لكن هذه كانت عملت ست لا للكيو 00 اذا فعلت كيو 00 اذا صار شرط تفعيل كيو 00 مش انبوت 00 ام 0 لام 0 اللي عباره عن بلس اتتني من ام 0 اللي فعلها البوزيتيف ايدج لانبوت 00. اذا فعلت كيو 00 لو انت بضل متفعل حتى اني اجي اطفيها من انبوت 0.1 لما قلنا انبوت 0.1 تعمل ريسيت انظروا ار كيو 00 بتطفيها. هذا الستيتمنت ليست لود rising edge input 0.1 هذه من وين اخذناها؟ كمان قلنا لكم هو نفسه بحول من ladder diagram الى statement list فانا منه يعني مش انا كذا بطول يعني مباشره قلت له هناك ذاك مكتوب في LD يعني ladder في المرحله الاولى. الجزء الثاني انا حولت بدل ladder حطيت IL يعني instruction list مباشره بحول لي ladder diagram كل رن بحول بدل statement
load rising edge input 0.0 store percentage M0 and then load percentage M0 set Q0 هو اللي بكتبنا set Q00 بعدين load percentage input 01 reset Q0 هيك بنكون يعني حكينا عن برمجة الست والريست وبرمجة الرايزنج ايج وكل هذه التطبيقات المختلفة على ذلك. الآن في المرحلة القادمة في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى راح نبتدئ في برمجة الجراف ست بإذنه تعالى.